وسط طاقة شبابية هائلة يسودها جو عائلي أخوي، تفننت هذه الحرائر بتجهيز ما لذ وطاب من أطباق مختلفة بغية تقديمها لعابري السبيل وكل من قصد مركز الإفطار. خالتي عتيقة واحدة من المتطوعات اللواتي تفنن وكرسن كل وقتهن في إتمام هذا العمل الخيري. واش راكي لاباس؟ الحمد لله يا ربي. قالوا لنا باللي ما كانش اللي يخدم بوراك كيما انت. يسلمك تعيشي تعيشي. احكي لنا كيفاش راكي تعقبي نهارك لهنايا؟ أجواء روعة لا توصف صدقيني، مالغري يكون التعب بصح صدقيني غير نباتوا في الليل نوضوا الصباح نوضوا ما شاء الله تولي تحوسي على الجو هذا بفارغ الصبر. شتي كاين الأخوة بيناتكم والتعاون. شوفي نعطيك مثال كيف عايشين هنا. نقولوا الزمن الحنين، البيت العائلة، بيت الكبير، الجد، الجدة، الأعمام، الأخ، حنا عايشين هكذاك هنايا. هذا فوالا الحنين، أنا عايشين هنايا في هذه الدار، هذه كمل هذا. ممكن هنا ما كانش لي يعرف واحد غير قليل هكا، كل وحده منين جات، كل وحده منين جات راكم تعاونوا على هدف الملتقى تاعنا هذه الجمعيه، وعندنا هدف واحد الافطار الصائم ان شاء الله. وتريحونا من الصباح للعشيه. انا بون كاين اللي يروحوا، انا نقعد هنا نفطر باسكو حنا نقعدوا ليكيب اللي تسقي حتى نصفوا كاع المطبخ ونروحوا الصباح بينا بين 10 ونص تاع 11 تاع الليل كملوها نغلقوها ونروحوا، وغدوا الصباح 9:30 10 نعاودوا نكونوا هنا باذن الله. ما تتعبوش يعني هكا والله صدقيني شكون فيها شتاع فيها تاع بصح فجاه تحسي كلش راح والله غير كي تحس كي تكوني في عمل تطوعي نعيا نحكي لك على الشعور ماشي كما كي تكوني تخدمي فيه تحسي كنت نسمع ناس يهضروا به بصح كي شاركت فيه اللي عرفت شنو معنى تاع العمل التطوعي. وشكون راه يجي هنايا؟ شكون راه يجي ياكل في المطعم هذا؟ اسكو الناس الفقراء برك ولا كاين من فقراء مساكين عبد السابي، كاين خدامين بعاد، كاين كيما مثلا كيما البارح الثلاثاء عندنا هنا في بوفاريك عندنا السوق الاسبوعي بالاثنين بالثلاثاء يكون غاشي هنايا بزاف لاخر، كاين من جميع فئات الاعمار الناس عائلات لاخر يجوا، وجامي جا واحد وقلنا له ردينا كي نعرفنا طولوا حقنا احنا والحمد لله ما طحناش اون بار لحد الان. وهذه ثاني تجربه معايا مع قوافي الخير صدقيني ماشي يعني كاي كاميرا ولا ربي على ما اخو شاهد، جوزنا واحد الاجواء واحد العائليه هذا يكمل هذا والله غير هذا مع ولادنا هنا ما شاء الله الله يبارك. من الكبير للصغير ما عندناش جوغ ما عندناش مسؤول، عايشين خاوه في دار كبير، عندنا الجد الاب هكذا عايشين. وكتشوفوا الناس برا ياكلوا في الماكله تاعكم وفرحانين. صافي بليزيغ ولا صات في بليزيغ تتعبي على حاجه ونالت. داخل هذه الخيمة العملاقة يتجند مجموعة من الشباب الخير على تجهيز طاولات الإطعام وترتيبها حتى يتسنى لهم توزيع المأكولات بكل أنواعها. فرق مقسمة كل ومهمته، فهناك من يوزع ومن ينظم ومن يقوم بأعمال مختلفة. يسرى، هدى، منال وصابرين من بين المتطوعات في جمعية قوافي الخير اللي تركوا كل الأعمال تاعهم وتنزلوا عليهم من أجل أنهم يفطروا الصائم أو أقل شيء يساعدوا في إفطار الصائم. أهلا بك هدى. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في جمعية قوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم رانا ننظموا لهنا مائدة إفطار الصائم لعابر السبيل المحتاجة والمعوز، أي إنسان لهنا في بوفارك ما لقاش وين نشدوا عليك ما لقاش وين ياكل ولا ما لقاش المأوى تاعو يجوز عندنا يبدا من المغرب حتى العشاء، كاين وين نمدوا لهم حتى لاتاي حتى لي ديسير. راهم في بيتهم ما نحسوهمش باللي زعما راهم غرباء علينا ولا، كاين حتى عائلات تشوفي الاطفال اللي لهنا يخرجوا من عندنا فرحانين. يسرى ثانيه من بين المتطوعات هنا اللي تدرس في الجامعه وايضا انت تنازلتي على بعض الامور من اجل انك تجي هنايا وتشاركيهم هذه المبادره. كان شرف لي ان نجي لهنا ونشارك في هذا العمل الخيري مع بيناتهم امكي خاوتي وشغل يكون بيناتنا اخوه وكان تجمل. وتنازلت هنيك على بزاف عفايس في حياتي باش نجي نشارك في هذا العمل الخيري وندي اجر وتكون اخوه بيناتنا، والحمد لله اني فرحانه بزاف تناني نشارك معاهم ان شاء الله تعم على جميع ربوع الوطن. شكرا لك يسرى. هدى، منال هكا انت تلميذه ربما طالبه في طور الثانوي،
كيفاش راكي مخليه قرايتك وراكي جايه هنايا للجمعيه وراكي تقدمي في هذه المجهودات؟ والله غير صدقيني شوفيك سييت بالماكسيموم نقسم بين وقتي بين قرايتي وبين بالجمعيه. والله غير كي نجو لهنايا نجو كاين القصره بيناتنا، كاين خاوسنا هنايا، ما حسيناش كامل بالتعب هذاك. والحمد لله يا ربي اللي قدرت نقسم بين وقتي بين قرايتي وبين الجمعيه هذه والحمد لله. وجهي رساله للناس اللي يعني اللي راهم يقدموا في هذا الشيء واللي مازالوا ماشي يقدموا من اجل انهم ما يخليوش اي واحد برا يجوع ولا يحس بالجوع. نقولهم افونس ما يحبسوش وما يفشلوش اون ميم طون باسكو فريمون خدمه متعوبه بصح من الجهه واحده اخرى تشوفي كميه التعاون والتأزل الاجتماعي اللي يكون حاجه كبيره بزاف. وماذا بينا تعوم ان شاء الله عبر كامل التراب الوطني ومشي في بوفارك فقط او في المكان اللي انا في متواجدين فيه باذن الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله بارك الله فيك صابرينا، يعطيكم الصحه على كل هذا المبادرات اللي تقدموا فيها وان شاء الله تعوم على الجزائر ككل. شكرا لكم. لم يبقى الكثير على اذان المغرب والحشد كثير في الخارج. أكثر من 300 شخص في الخارج ينتظرون إشارة الدخول من مسؤول الإفطار. الحمد لله رانا غاديين ليه وعطينا له قيمة وما تنساوش الأجر تاعها. التحضيرات على وشك الانتهاء. بهذه المشاهد مشاهدينا الكرام الكل على قدم وساق لإتمام هذا العمل الخيري الرائع هنا بهذا المطعم المتواضع مع جمعية قوافل الخير. نعم هنا كل يؤدي دوره على أكمل وجه ممكن. أذان المغرب لم يبق له الكثير، لنشاهد معا كيف ستكون الأجواء هناك. حان وقت الإفطار والجميع بدأ يأخذ مكانه والابتسامة بادية على وجوههم. احكي لنا شويه على المبادره هذه اللي راك تشوفيها لهنايا، كيفاش هم يديروا في الخير فيكم؟ الله يعني. الحمد لله يعطيهم الصحه ويعطيهم الهنا والله يزيد في مالهم والله يكثر في خيرهم. كل يوم تجي لهنا؟ ما شاء الله ماشي كل يوم. جيت اليوم زوج خطرات. واش تقول لهم يعني في المبادره هذه اللي داروها؟ يعني حاجه مليحه. حاجه مليحه فور كاع، كثر خيرهم والله يزيد في مالهم وحاجه لاباس ما شاء الله. كاع انسان تاذن الاذان ما يلقاش وين يروح يتفضل ياكل. كثر خيرهم. السلام عليكم، انا انسان خدام ولايه شلف، خدام هنا والحمد لله بارك الله في هذه القافله. ما شاء الله ماكله الله يبارك وما يتهلاو، وحنا نقول لهم كثر خيركم وبارك الله فيكم. لم تنتهي مهمة قوافل الخير في تقديم الوجبات فقط، بل ستبدأ رحلة أخرى في جلي كل أطباق الطبخ يدا واحدة كي يتسنى لهم تحضير مأكولات متنوعة اليوم الموالي وبأدوات نظيفة. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه الأجواء الجميلة هنا بمطعم الرحمة أو مطعم عابر السبيل بمدينة بوفاريك بولاية البليدة مع جمعية قوافل الخير. انتظرونا العدد القادم في مكان آخر. إلى اللقاء.